يقع الشاليه المذكور في العجمي. لا، لن أعطي أي تفاصيل أخرى، لكن يمكنك أن تعرف لماذا هو مهجور، ولماذا لا يتحدث عنه السماسرة، ولماذا لا يقيم فيه أحد على الإطلاق، ويتحاشون المرور جواره ليلا. الحق أنني كنت أرى في كلامهم المليء بالهذيان شيئا من المنطق. عندما تمر بقربه في الليل وترى الرمال المظلمة بلون الفحم، وترى موج البحر يرتفع لعنان السماء كجبال سود أو عمالقة غضبة، تسمع الصوت الرهيب لغضبة الطبيعة، وتبصر الشاطئ المظلم الخالي، ثم الشاليه الكئيب يقف وحده هناك منبوذا ملعونا. عندها يمكنك أن تصدق أن هناك شيئا ما. كانت الإجازة قد بدأت، وأنا من الناس الذين يمقتون الاستياف بشدة. أشعر بأنه عادة بشرية سخيفة يمارسها الناس لأن الناس يمارسونها. أنظر لعيون الناس الواقفين في الشرفات ساعة العصر خاوية حائرة مليئة بالملل، فأدرك أنهم يتوقون للعودة إلى بيوتهم، وأنهم يشتهون ساعة الخلاص. لكن هذا مستحيل، هناك قوى عظمى كاسحة اسمها الاستياف، أقوى منا جميعا، وهي لا ترحم ولا تبالي بما نريد. هم ينزلون إلى البحر ليسبحوا سباحة الكلاب إياها، حيث لا تترك أقدامهم القاع لحظة. أجسادهم مترهلة خالية من الجمال والقوة والرشاقة، ثم يصعدون إلى الشط ليتمرغوا كالحمر الوحشية في الرمال، ثم يجلسون شاعرين بالملل ويتشاجرون قبل أن يخرجوا في الليل ليمشوا في أعتى مناطق الأرض ازدحاما، وكأنهم يشاركون في مظاهرة في الصين، لو كانت هناك مظاهرات في الصين. كل هذا وهم مقتنعون أنهم يستمتعون، بينما هم جميعا جاءوا مثلي مضطرين. أنا كنت مضطرا، وقد جئت إلى العجم مع زوجتي وأولادي ومجموعة من أوغاد الأسر الصغار، وشرعنا نمارس الطقوس الليلية المعتادة الكريهة. عندما جاء المساء كلمتني نشوى، المراهقة ابنة أخي، عن ذلك الشاليه، وكيف حكى لها أحد حراس الشاطئ عن العروسين اللذين وجدا مقتولين في الصباح. منذ ذلك الحين لم يسكن أحد ذلك الشاليه، ولم يطلب أحد ذلك. هناك أشياء غريبة تحدث. الشابان مراد ومصطفى اللذان يقيمان مع أبويهما في الشاليه المجاور حكيا لي ذات القصة تقريبا. إنهما شابان صغيران مهذبان من الطراز الذي يقول عمه، وأعتقد أنني أرتاح لهما. وعندما جاء مساء اليوم التالي أدركت أن الأمور ليست على ما يرام، لأن نشوى راحت ترتجف كورقة وأصرت ألا ترى ذلك الشاليه المخيف بأي ثمن. وفي الصباح قالت لي زوجتي إنها لم تنم، وأنها نقلت العدوى لأطفال الأسرة كلهم، لهذا لم ينم أحد. قلت لهم في غيظ: الخرافة مهمة في حياتنا وممتعة، الخرافة تسلينا وتشحذ خيالنا، لكن لا يجب أن تتضخم حتى تحيل حياتنا جحيما. أنتم تعرفون أن هذا كلام فارغ، ولا يوجد مكان في العالم مات فيه شخص ما إلا وراحت هذه الإشاعات تلاحقه، وأنتم تعرفون أنه بعد ملايين السنين التي مرت بالكون لا يوجد مكان في الأرض لم يمت فيه شخص ما. إذن لا بد أن يوجد شبح في كل مكان نمشي فيه. لكن كلامي لم يضف لهم اطمئنانا، ولم يبدو أن نشوى سمعتني أصلا. جاء المساء ومن جديد بدأت هستيريا الخوف والتوتر. هكذا اتخذت قرارا جريئا ثوريا. لقد بحثت في حقيبتي عن الكشاف وطلبت من نشوى أن تلحق بي. حافية القدمين على الرمال الندية راحت ترقد ورائي وهي تسأل في قلق: ماذا هناك يا عم محفوظ؟ قلت في حزم: أسوأ أنواع الخوف هو الخوف الذي لا نعرف سببه ولا مصدره، لهذا سأدخل الشاليه الذي يفزعك. لم أقل إنني سأدخل، بل سندخل معا، سوف تدركين أنك مخرفة. قالت وهي موشكة على الفرار: لابد أنك تمزح، لن أفعل هذا أبدا. قبضت على معصمها بقوة وقلت: بل ندخل الآن، إن إصرارك على عدم مواجهتي هذا الرعب
سوف يفسد إجازتك وإجازتنا. ستجدين أن هذا مجرد شاليه مهجور، لا أكثر ولا أقل. كنا تقريبا نقف على الباب الآن. رأيت القفل في مكانه كما توقعت، لكني لم أنسى النافذة. مصراع النافذة رأيته يتراقص مع الريح منذ يومين، وخطر لي أن الحمقى نسوا النافذة مفتوحة. هذا مدخل لا بأس به، لأن الشاليه من طابق واحد. قلت لها محذرا: هذه النافذة مفتوحة، هذا يعني أننا يمكن أن نقابل فأرا أو قطا أو كلبا ضالا أو متسكعا. امسكي أعصابك ولا تملأ الدنيا صراخا، ثم تحكين في كل مكان عن الشبح الذي وجدناه. وبشيء من الصعوبة تسلقت على قطع القرميد البارزة وحشرت جسدي من الفتحة، ثم نظرت لها أطلب منها أن تتسلق، ومددت لها يدي. كانت خفيفة الوزن طبعا. كنا نقف في مكان أعتقد أنه غرفة من غرف الشاليه، خالية تماما، فلم يترك فيها شيئا من الأثاث، والرائحة كريهة، مما يدل على أن نظرية الكلب الضال لا بأس بها. كانت تقف جواري متلاحقة الأنفاس، ثم هتفت وهي تشهق: هناك من يتحرك بالخارج. صوت ضحك مكتوم. هذا صحيح. سددت بكف الكشاف بحيث صار الضوء يتألق بين أناملي كجوهرة حمراء، ورحنا نزحف ببطء خارجين من الغرفة. استضمت في الظلام بمنضدة خشبية تحركت، فشعرت أن العالم كله قد انهار. وهناك وقفنا في الظلام نلهس لا صوت، يبدو أننا كنا واهمين. ثم أشرت إلى نافذة أخرى تتراقص لتظهر الشاطئ الخالي بالخارج. ها هو مصدر الصوت على الأرجح. فجأة شعرت بها تعتصر ذراعي من جديد. هذه المرة رأيت بوضوح بقعة نور واهنة شبه فسفورية، كانت عين قط تتحرك في الغرفة المجاورة، لا شك في هذا. فجأة دو صوت ارتطام قوي لا أعرف مصدره، وسمعت صوت خشب يتهشم وصرخة مكتومة. هذه المرة لم أعد أستطيع مواصلة المنطق البارد. تعالي نغادر هذا المكان المخيف، الأرض مبتلة هنا ولا أعرف السبب. لهذا انزلقت قدمي فأصدرت صوت أنين، ثم نهضت وهرعت أجذبها من ساعدها نحو النافذة التي دخلنا منها. ساعدتها على التسلق للخروج وهي تشهق، لكن الذعر أنساها أن تبكي أو تصرخ، وسرعان ما سمعتها تسقط في الخارج على الرمال. تسلقت الحافة بدوري ووثبت، وسرعان ما كنت أجري خلفها نحو الشاليه الآمن المزدحم الخاص بنا. لقد كانت ليلة الاثنين ليلة سوداء فعلا، ويبدو أنني سأبحث عن تفسير لما رأيناه زمنا طويلا. لم ينم أحد، حتى إن زوجتي بدأت تتكلم عن ضرورة قطع الإجازة والعودة. قلت لها إنها جنت كالجميع، يجب أن ننسى الأمر ونمارس حياة طبيعية. أتوق للعودة فعلا، لكن ليس بسبب أصوات في شاليه مهجور. مع الصباح اتجهت إلى البحر لابسا المايوه الخاص بي، وهو يذكرك بمايوهات إسماعيل ياسين في الأفلام القديمة. هناك بدأت أبلل قدمي توطئة للتوغل بضعة أمتار كالعادة. هنا سمعت الشابين مراد ومصطفى يناديانني. كان قد لبس المايوه بدورهما وتأهبا لسباحة صباحية قصيرة. سألني مراد وهو يتوغل في الماء أكثر: تبدو مرهقا يا عمو. لا أحد ينام جيدا في المصيف يا بني، لو أردت رأيي. ووثب مع موجة عالية أولى توشك على أن تعلو حتى تبلغ صدري. قال مراد في شيء من الفخر والخبث الطفولي: إن فكرة هذا الشاليه لم تفارقنا، ولقد قمت مع أخي بمغامرة صغيرة في الظلام. اتجهنا هناك وبحثنا عن مدخل، فوجدنا نافذة نسوا أن يغلقوها، هكذا تسلقنا إلى الداخل. هنا تصلبت. هذا الكلام مهم جدا. وماذا حدث؟ أردف الفتى وهو يثب فوق موجة جديدة: دخلنا في الظلام، وكان معي كشاف فسفوري صغير، كشاف من الطراز الذي يثبت في القداحات. الصين تصنع هذه الأشياء كثيرا. كان أخي يحمل زجاجة ماء سقطت منه على الأرض وفرغت، وأفزعنا هذا كثيرا لأن الأصوات تبدو مجسمة في الظلام.
لكننا رأينا في هذه اللحظة شيئا مرعبا. رأينا ضوءا أحمر كجمرة مشتعلة يتحرك في الظلام. بدأت ابتسامة تغزو قسمات وجهي، لكني سألته في اهتمام: وماذا بعد؟ كانت هناك منضدة خشبية، سمعنا من يرتطم بها. هنا داس أخي على لوح سرير خشبي موضوع على الأرض، فأنا وصرخ لأنه كاد يهشم ساقه. بعد قليل سمعنا من يقلدنا على ما يبدو ويصرخ ألما، كأن هناك من انزلق على الأرض. وماذا بعد؟ لا شيء، لم نتحمل أكثر فبادرنا بالفرار. هذا الشاليه مسكون ولا شك في ذلك. كنت أضحك بلا توقف وهما ينظران لي في دهشة. لقد لعب كل منا دور الشبح بالنسبة للآخر. كنت أنا ونشوى شبحهما المخيف، وكان هما شبحنا المرعب. الماء الذي انسكب على الأرض هما صاحباه، المنضدة والتي تحركت كنت أنا محركها. الحق أن كل منا أثار هلع الآخر لأقصى حد، ولسوف تضحك نشوى كثيرا عندما أخبرها بهذا لقد نسيت الموج. فجاءت موجة عاتية ألقت بي إلى القاع. احتجت إلى ربع دقيقة حتى أتمكن من الوقوف على قدمي والتنفس ثانية. رحت أبصق الماء المالح من فمي وأنفي وقلت لهما: الحقيقة هي أنني دخلت الشاليه في ذات اللحظات. كنت مع نشوى ابنة أخي ولم نعرف أنكما موجودان. كل فريق كان يسمع الضوضاء التي يحدثها الفريق الآخر ويرتجف. ليلة أمس الاثنين كانت نموذجا عبقريا لكوميديا الموقف، كوميديا سوء التفاهم المليورية الأصلية. هنا تبادل الشابان النظرات، ثم قال مصطفى في تهذيب: عمو، نحن لم نقل قط إن هذا حدث ليلة أمس الاثنين. ما نحكي لك عنه حدث منذ 3 أيام. خذ الحذر، إن الموج يوشك على أن يقذف بك ثانية. عمو، ماذا دهاك؟ تمت بحمد الله.